خير يا خليل بيه؟ طبعا خير، بس يا راجل ده نبيتك، إيه ما قلت لي اهلا وسهلا ولا منور يا خليل بيه ولا حتى رميت السلام؟ السلام ليك طبعا، بس ما تاخذنيش، يعني انا عارف ان السلام ده مش سكتك. ظلمني والله يا استاذ زهدي، ظلمني. قال لي يا استاذ زهدي، انت بعد الشقه اللي انت فيه دي حوشت لك كام في البوسطه؟ ما تاخذنيش يعني، وده يخصك في ايه؟ اصل شفتك مره يعني سافرت برا مصر، ولا حتى جالك مره اعاره. ده انت راجل ما اشتريتش حتى حته عجله تلف بيها عشان تدي دروس للتلاميذ بتوعك، ده غير انك متجوز اتنين وعندك بنتين على وش جواز، وكنت سمعت يعني طراطيش كلام ان في واحده منهم متقدم لها عريس. انت جاي المره لعيشتي يا خليل بيه ولا جاي تعيرني بغناك؟ يعني انت كده ما حلتكش غير نص القهوه. إدي أمال هتعمل إيه في بكرة يا أستاذ زهدي بعد أنا ما قفلت القهوة؟ تصدق أنا تأكدت دلوقتي بس إنك خايف على مستقبلي ومستقبل عيالي. شوف يا خليل بيه، مع إن أنا يعني مدرس لغة عربية، إنما عارف ومتأكد إن أقصر طريق بين النقطتين هو الخط المستقيم، فخليك دغري بقى وخش في الموضوع على طول. أنا جاي أساعدك، مش عشان سواد عيونك، لا، عشان مصلحتي ومصلحتك ماسكين في ايدين بعض، والمصلحه اللي تيجي من وراك انا مش عايزها. ما بلاش قمصه العيال الصغيره دي وتشوف مصلحتك يا زهدي. عبد بصير يا بيه. دول 50,000 جنيه تمن نصيبك في القهوه. جنيه ينطع جنيه. وانا مش هبيع لك الا هو خليل حتى لو بمليون جنيه. مليون جنيه ايه؟ انت اتهبشت في مخك ولا حاجه؟ ده 50,000 جنيه وكده كرمك قوي. وانا مش هبيع يا خليل. هبيع يا زهدي، وكده كده انا هاخد نصيبك في القهوه برضاك او غصب عنك. وين جالك الغصب يا استاذ زهدي؟ خده بالرضا. ده العقد حاسبهولك تنضيه، وانت عارف البيت فين. يلا يا فصيل اتفضل يا بيه. اللهم صل على النبي، والله البت سحر دي مرزقه. كل دي فلوس؟ لا الفلوس دي مش فلوس. لا فلوسنا، ده حق عيال وحق عيال. انا كمان اخزي الشيطان وامضي يا زهدي. امضي يا زهدي، ربنا يهديك.